السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو راح نشرح كيف أشوف الآيبيات اللي نعملها بلوك عن طريق الفيل تو بان سيستم أو الآي بي أوتو ديفنس سيستم، وكيف ممكن أعملها أن بلوك لو كانت سيف آي بي ونعملها بلوك مثلا. فأول شيء ندخل على البدالة باليوزر نيم والباسورد تبعنا، نروح على status fail to ban. زي ما احنا شايفين هاي الاي بيات كلها اللي نعملها بلوك ب current ban list، وفي عنا operation history list ليش كل اي بي نعمل له بلوك زي ما شرحنا قبل. فبس كل اللي علينا مثلا هذا الاي بي، زي ما احنا شايفين هذا الاي بي نعمل له بلوك بسبب SIP register، يعني هذا الـ IP عن طريقه في soft phone أو IP phone حاول يعمل register على بدالته بمعلومات غلط، ممكن يوزر نيم غلط، باسورد غلط. فزي ما احنا شايفين هون to whitelist، يعني أنا هيك حطيته بالـ whitelist يعني مش عشان ما ينعمل له بلوك بعدين. وهذه تو بلاك ليست زي ما احنا شايفين انه ينعمل له بلوك على طول. وفي عنا ان بان، ان بان يعني ان بلوك، بس ممكن لو عملنا ان بلوك لو هذا الاي بي برجع بعت بيانات غلط ممكن الفيل تو بان يعمل له بلوك كمان مره. يعني لو عملنا له ان بلوك وهذا الاي بي مثلا حاول يعمل ريجستر بمعلومات صحيحه ساعتها حيعمل ريجستر. وهيك بنكون بهذا الفيديو شرحنا كيف اضيف اي بي على البلاك ليست او الوايت ليست او اشيله من البلاك يعني او اعمل له ان بلوك من الفيل تو بان ليست على بدلت الزون تو البلس. شكرا.